الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيتما تنقلق دخل البرنامج للصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، السكينة الرهبار في ون الصحابي إجحمين في محمد صلى الله عليه وسلم نطاس غاس النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحمي الصحابين استمرارا. يقرب اختارني واختار لي أصحابي، يقرب يختار يد ويختار ويختار يد سيد ربي من الصحابين. يقرب الله الله في أصحابي يحمي مثل الحمالة القرحات، ولكن مثل الصحابي كان يفرد نهضرك إيسى عامر ذخي قوين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يزغو إيسى مثل أرمي السوين الصحابة رضوان الله عليهم جميعا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيم القرنس زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. أي واني زيد ابن حارثة مثل هو زيد ابن حارثة ابن شراحيل ابن عبد العزاب ذي ثمرث بني حارثة أية مثل المظهر نس الشكل نس ذي الإنسان بسيط ذي عبد أو زيان إمار شوطو حلال ذلك، ولكن أية مثل الشام نس مقارن وصحابي يكين يزدغ أكو ذابس أكو ذيماس ويونواس وصنع ربي يتنكين ذابس حارثة ابن شراحيل يتهجم أعوين ويتهجم الزاد إثم الطفيس السعداء بنت ثعلبة أكد ميس الزين أروان دار روح ليه مثل أصرح إثم الطفى جينس الزوجة جينس أصرح البني معا غريبة ويليسة سعد يوم السندينا وثبوين ميس الزين يفوكسن أعوين فبس حريثا أيه مثل ويتبعيث أن تقدر باش الدون ذي القافلة يفدون غير جهنين نسامو الدارية سن، ولكن يشع في ثنشوات القبري ثساس تجزم أمك علي فارق أما الزوجة لينس أما مذبمي سنين أعزيز الفلاس يولو ذاري الحوم الزاد يولو ذاري الحوم غير الفير، ولكن يشع في ثن أرمي ذن كان إيام إثني جام روحن ونسان يقيد قم كنيم أثني يتسمى قال إيانتا أمام سمار ذي القعام يتسمى قال ذي سن أرمي إفرن غفال نيس روحن ويمطول ذي قل نيس أم الهواء أي المذن وثقيم السعداء بنت ثعلبة غريبة ويانيس أين يبغس إذا ربي الوقف أتقن دينا يونواس والسامس إذا ربي ما يتمثل ثفغد يوث مورث تعذاوث إثمورث أجيان السعداء ثم غد فلاس اذهج من فلاس اما كان خدمت ثذرين ذي المقفنية من الجاهلية ثمر ذيك جهدا اجج ثمر انجهيدا اصغر غف مرث انجهيدا اجج الخارنس استكس العبادة الدوية اثن تزنز خطر ذي الوقفنية سلوزن الغاشم ايض مثل وذين يضران اتسوع دانا بذميس ثفغد يوث اتمرث الثغارد غاف ثمرث أجينا بني معا وذخب بيس أين تسن فكساس المران أين سعان بالخيرات ذينا وقوين ذي العيبة دلسن أي مثل ويدام غرسن زي الله أكبر ثقيم ذينا السعداء ذي ثمرث من بابس تسند في ميشو تفلام قناس أمي ألف خدم يفغس ياقي أسمي دغاي غال حارثان غال ثمرثيس ثروح ثغيد واحد السكود وقال ميس وحالي ثاني يثبثن أكن يزران الزوجين السغيد من بيان ميس يفغث ياقي اثوث الصعي قنقس يا رقم كان يخدم أي تنذين ذي ذلال ذي غزران ذي الصحاري أندي إلا زيد يفغث ياقي غف ميس أي يثبثن أي سقسي السبح أي سقسي ثمديث ولا اشتبرث يقذران ولا شمكانو يقذران أي يثبثن
أي سنادين من الإم أربي فغل أخبار غاف الميسا الحي إلا إقارة القويس حارثة بكيت على زيد ولم أدري ما فعل أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل إينا يسفر زرغش أمحيث إذ ظران إذ زيد ماذا قل الذي الحي أفضل قل فرجو ماذا قل يقويث يجلس مقرى الصبران سبحان الله فسادوا عار أيذ مثلا خزرت كان حادثة ولي قالوا لي سيان غف ميسين سنادين الدريف ولو ذي خبارس أزدي فالوغري أني ذينا أزدي فالمذا قل إلا أنا غزدي فالمذا قل يموت كما يتمثل ذي الوقت النيم أيض مثل زمزن يغشين ذي بشواق أكام إثفار ثمسالة أن زايد أيض مثل أم بعد أخسيش نيم أمشطوح إقوين أكنيم ثمورث نيم ثاذوث إقوين تغار السوق أن عكاظ باشا تززن الأحلين يس إدري من أني وان إثيوغن وخشيش نيم أمشطوح إثيوغن إذ حكيم ابن حزام ابن خويلد ذي من كان مكرر ما يث مثل أن هي خدم حكيم ابن حزام يغد أقشيشني من قرن زين يقول ذي غرور صغر وخم ويفكيس لخديجة بنت خويلد إذا عمتيس وخديجة رضي الله عنها وأرضاها ثغاد أماكن تزرام ذي الزوجة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذي الوقت النيم أقبل البعثة قال سكر محمد بن عبد الله ما زال الدين زلالا في اللس الوحي ولكن الصفات إجحمي ربي مرانا لا تغار النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقبل الإسلام أقبل البعثة وفي الناس خديجة رضي الله عنها وأرضاها الناس أكفتروا بالهادية أقشيش الدين إمي قارن الزايد تفكيس إيوا الجزيز الزوجينس النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم استقبل زيد إبغيث غالي البيس إفرحيس وذي جرم بن عبيدة ما كنت ساغن وياه النظم اللوفانا في ذات قرزين نصيروي ولكن وذي جرم الأذين من العبيد يعثقيف يرث حر يحشبيف أما كنت ميس ذين يكتشان يسيفكا ذين يقرسان يثيسرس أي كنيا يخدمي من يسيس يخدم اللي زاد بن حارثة صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونشتري قصة هذيك ساعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مقبل الإسلام أية مثل يوم الواسع أية مثل وسنة ربيع ذي الموسم من الحج الحج ولكن ماشي الحج ذي الإسلام ولكن الحج ذي الجاهلية صحيح ذي الجاهلية المشركين الدوير حفاة العراة في الكعبة يرسكوا السرحون غير الكعبة ولكن ماشي الحج ما كنت حجون دي الإسلام ولكن دي الحجن الجاهلية دي الموسم الحج نيس من بعد ميايم أيات مثلا كرب ورباع إقزدغن دي ثمورة نيم الحارثة فبس زي أملال زايد دي مكة المكرمة سبحان الله أنجي خدمن قفايا وقوينا سي خباري بس حارثة الناس ميه أثن نويات وزيد إني أسلي وفان السر تسيامي بها أتظر كان يثمثل سبحان الله سبحان الله يصور السياميس ذي الحلالينس ذي الشوقينس إيه ما سكو الثلاث إني أسن الحجاج من يدعو حلك نيغا يثمثل غاصل دي المشركين أقف دي المشركين اللي لا نوقف فيه الإسلام ينيس زيد خبرت ذاتا خبرت إما ينيس انتس ينيس انتس أقنع غريون ذي الخيار ذي العباد أكرم إنسان إجلان ذي المرفقين غير واصل ديهم أيضا مثلا أكل قضل وارداء نيمة إمزدار نيمة تمر في الحارثة أقضل غير بذس الساعة المنت شوان شتاقين وبذس أكل يزرب لين ميس زايد وذي هو
يسعيش بخير يتهنى الخطيس ولكن إبريمير يرفع الدعوة يروح يتغرم يكلم كرنا يجرد سلماس حالي ثم نخذ الماس لكن دبغن أي المثل غرم يكلم كرنا سقسان أني بإذن محمد الأمين على خطر السلام باللي غير محمد الأمين صلى الله عليه وسلم غير وصي إقلا ميس زايد أسميني في ويام ذا شو اسمان ينطق غير ورس حارثة ابن شراحين ذا لسن زايد الناس يبن عبد المطلب السيد ذي القمنس أو ذيك قربان غير سيد ربيهم الكلوين الشيء وين يلوزن الكلوين اقرح من وين يعيان وين ينعتبن اني شو يساد غرورك غف مثل غسيد الناس نبويد يدري من يساعد الفذو سعوا الرحمة فلنا زاد شي سنين في محمد صلى الله عليه وسلم وسنين لنا دوي بمليار باش ادو نفكا ميثون ماشي دي مليار لك شوان غير في محمد صلى الله عليه وسلم اك شوان دار الرحمن اك شوان دار العلاقات الانسانيه اك شوان دار المهمه اللي في ديخ يقصد ربي يعرفي صغار دوني في زرس ان في محمد صلى الله عليه وسلم اقبل الاسلام اسعى الرحمن في الخلق رحمه للعالمين قبل الاسلام وبعد الاسلام قبل البعثة وبعد البعثة الله أكبر الرسول صلى الله عليه وسلم زيدي ذخي قويسك زر يحمي الحب لنا قرحان ولكن في كيس القدار ذباس كذا عميس خطر ذميس أمي ذباس يوم ذباس كان يكسع عموز ملاديس حسين إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم لحارثة إنيس ماشي تسمسك تقفذون هذا في تفذوه إنيس ونفكر الحل النظر يفن الحل لقين يدقى بك يدون ننس ذا شوف ننس السيوى اللي حق لزايد أدرو ماذا قلنا يختار يكون هذا يختار يكون أريد ساك درهم ولا درهمين أو ذميك أو ذنسا يا ربي إنيس ولكن ماذا قلنا يختار يا وتصدقر على ولي يختار ويمشي إنيس حارثة إيس الصواب إنيس ذا الصواب دنيل في الحق الدرغاض ذو الشمس لينك سوى الناس لزي يقعد غادينا إنيس في محمد صلى الله عليه وسلم يا زيد إنيس تعقيد ويجنيو إنيس وقيد غذام وقيد عميهم إنيس يا زيد ما يعجبك تسدود ذاك هذا ساري يا ربي ما يعجبك تسقينه أتسي يضا ما كنيما إذن لذنا أتسي يضا أكثر إنيس زيد إنيس لذا أكل كرغرام أكل كرام أكل كرغمام أما بحجة بدا عميهم ذي ما ويانيهم إنيس ولكن أجمع أنا لا تختاري ولا نظام خير وليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إربي سيحنان القلب الحنون الرحمة الرحمة المهداة واهدف كل إحنان أكثر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم واهدف كل إحنان أكثر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ذا تفض لهنا أكثر من النبي غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنيس القمة غير محمد إنيس وليم حسب ثم بذا إفرح حارثة إنيس الحمد لله يثني ذو خير الحمد لله يكجير أروينا لكيه نقرار أقلك بمكة المكرمة أشرف العرب
النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتني بذان القرنس هاد غلين يتفد زيد الفوسيس يروح يدي قدي درمي ذا الكعبة سطرق طوشتيس إني الشهد في أهل مكة إني زيد وقسس وسوي حسبات ذميهم أذي يورث وذو أرثار قس من السوينس زيد ابن محمد الله أكبر ويروح حارثة ما يثبت يغير فورثيس يطمئن يماس إنيس الجثن بقربهم أولى شاب بثيف إنيس الجثن دي لهنا ذي العافية ذي ثوات ذي الأمان يفرح حارثة الفرح ذا القرحان يبقى الزوجينس إنيس فرح إنيس زيد حار إجلام الله بالعبيد ماشي تسخدم تسخدم أثن قل كان إجلام السادة إجلام إنيس يغيد ميس جوان اتشرف قريش وتسميس الصادق الأمين سليل بني هاشم أذن أوسعان أزل القرآن بمكة المكرمة إذن يغاي فبسك العميس غلق من سن التهنان أفلميت سن زيد الجنت ذي السيد ذي مكة المكرمة في الأمان ذي العافية من بعد ميت مقاي حارثا أهتر ميسي دارنا يموت ولكن يشوف غصب بيعتبر ثفاث ويتهنى ذي ميس وذي أولا يرني جث المنكر اللمن الرسول صلى الله عليه وسلم جاد زيد غن ورس احسب ثميس سيس ميس السوالين زيد ابن محمد يقول واس وصلى ربي يفذد الوحي غفل في محمد صلى الله عليه وسلم ذي غار حراء انزيد فلس اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم انزيد الوحي غفل في محمد صلى الله عليه وسلم أي مثلا زيد إذن سايب ومن إذ ويسين ولا الود قرب لي ذا جوال ومن نسلم محمد صلى الله عليه وسلم إذ زيد أي مثلا إذن سايب إقوين ذين سيم إقرم زوران خير قرم ذو السين خير قرم ذم زوارون إحميهن في محمد صلى الله عليه وسلم عن الحب العظيم سلم السوين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يقول إحميالا إنسان بفضلية غف ذباس بفضلية غف يماس إسرسيت إني ذباس ذيماس نقول إحميالا وإنسان ويموقع اليوفا إذن إفسن ننفين ذا الرسول إذن يتصور بزرنا ماشي بيعرض من ويا إنزيد في الناس الوحي ويغيد في محمد صلى الله عليه وسلم هل كان يد ماذا؟ زيد بن حارثة يتصور بزر في محمد صلى الله عليه وسلم ويساعد الوقت السيدس ويقيد ذا السفة إلهان ويحمي في الحب القرحان فقرد أمون عائشة رضي الله عنها وأرضها ثنان وثلالا يوث السرية من يكشجع في محمد صلى الله عليه وسلم الجيش نسي دان زيد بن حارثة ودائما الإنسان يتسرر القائد سبحان الله إني لو كان ثنان لو كان إلي أسميك مثل في محمد صلى الله عليه وسلم يزمر في ديال في دي استخلف في الله في ديال إذن سعر يغيم ذا مراي غفي سيمن سبحان الله وكني الحمالة اللي تم قرحات إيك ساعك الغرورس أي مثل خزر كان يعني شو المستوى من الحب إيك ساعنا زيد بن حارثة غرم في محمد صلى الله عليه وسلم ويفاد إرف ذيث الإسلام من بعد ذي الفيعة إثي دون دي الشوق عقار
ولكن يقال ارفضي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى في الأعلى مستوى إذي السويم أكانك خدم الإسلام الضعفاء أكانك خدم الإسلام الفقراء أكانك خدم الإسلام البسطاء ارفضي ذن ونكتب عنا ذلك سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ما المقي بلال ابن رباح للأمين العبيد ما قرث بلال ابن رباح أشو المنزلة رضي الله عنه وأرضاه أشو المنزلة في الصوت سيد ربي يقول الإسلام صهيب بن سنان عمار بن ياسر خباب بن الإرث وأسامة وأسامة أكد زين ما قيدت مثلا للعباد محقورين ولكن الذهن الإسلام غرمت السادة أكام يغيل أيات مثلا السادة ذي الإسلام عمر بن الخطاب إن كنا قوما أذلة فأعزنا الله بالإسلام ولو ابتغينا العزة من غيره لأذلنا الله أكام يثمن الإسلام دعو الزوم يبسعو الزوم ذا الفريق يرفع العبد دسوان دي المستوى يتسكس دي العزة يتسكس دي الكرمة يتسكس دي القدر على خطر الإسلام ماشي باللسان نغض الصورة نغض الجهادة نغض الجزن نغض الشيء نغض الخيرة غير يتسمى قال لا يتسمى قال على عمل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون سيد ربي الخلق قد قرب لي ماشي الشيء ولا الصدريه ولا لا تعلموا سيد ربي ولكن السلوك ولا الاعمال يقال ان اكرمكم عند الله اتقاكم الخيار هو غير سيد ربي الخيار هو العمل سن الايمان اخذ العمل الله اكبر انت غير ماذا زيد بن حارثه رضي الله عنه اجوا جاسم لمحمد صلى الله عليه وسلم يقول يا سيد إيه اللي سعمتيس زينب سبحان الله وزينب رضي الله عنها ثقفي الزواج لسه أقول زيد بن حارثة خطر ذن في محمد صلى الله عليه وسلم إقرأين غفيق وذو غالة مسترز أمس لينس كما يتمثل ولكن الحياة الزوجية إلا نقر زيد أقول زينب وذن حالة لك اللي تيقي حاين تشور دي عقرن تشور ذو غفيان وليش لهنا غرسن زينب فكرت دي مكة المكرمة دي أشرف القوم غروس نساتا ملك ألد زوج ذيون إدوغن دي السوق السوق عقار يروح ذا قريب ذا ذكان وذبيس أما كانت زوجين غسك تقفي أرينا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن لهنا مذتمرا كل إذ شوي أدي سرح زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه أدي تشتيرين في محمد صلى الله عليه وسلم أسي قال ثوين لاني قال زينب ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أسي قال قيمي ذس الطفل يا زيد الزوجين وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله سبحان الله سيقى اطف ذي الزوجين اطف ذي الحياة الزوجين ضاد سيد ربي ثلث من المتقين سبحان الله ولكن المشاكل قال سنوب هنا أذى الفكين الحياة الزوجية تكمل كلكني سن مشاكل قال زيد أكد زينا الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب لنا من سعيد المسؤول التمييز في مياه زيد أكو زينب نسيب المسؤول في الزواج اليوم ولكن من بعد سوى شو اسوى لديه مثل انفصايم ينفصاي زيد أكو زينب ام كل يوم نقول لديه قل في محمد صلى الله عليه وسلم أن يخدم يروح يقويد زينب يا رسيد الزوجين إيه اللي سعمتيس يا رسيد الزوجين خذت كان يتمثل وزيد يختار الزوجة النظر إما قرن أم كلثوم بنت عقبة سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الزوجين زين يرد الزوج ثنتقني أمي كذركني زيد زينب يا رسيد الزوجين سنسا ويفغر أنا رسوح هذا صدع يا رسيد غنوص تجد الحكمة سيد ربي سيد ربي سيد استدي زوج خطر باش أظهر من التبني ها من بعد إما صار لك مين يغيس من بعد أهل مكة رسع أيضا ذوية رسع أسقر أمش يوغ ثم طوث الميس
مبات سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إنيش ماشي الميس خاتم وهلاذ ميس الرسول صلى الله عليه وسلم ليس على الميس ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم الكم يذمذن يعني باش يحرمت التبني باش الدوذي ولا أتصرصر في اسمك ذي وغيه ميه لا الإنسان الكل يون كل يون يسعى بذس وإذن زيد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إن زيد ذي القرآن الكريم إنيس ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله سبحان الله إن زيد ننذ بلغ زيد بن محمد ولكن إن زيد القرآن الكريم إنيس لا ما تسحب ستة لسلتقي الإسلام وتخذيرا إنيس يغال بذس زيد بن حارثة سبحان الله يعني خذ كان دي الفضل ديال سيد كامل زيد يتمثلني لا لا يتساوي الاسم ديال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتساوي كذا جسمي سنسا يفصيه سيد ربي ذات الذس غير حارثة خذ كان ولكن سيد ربي سبحانه وتعالى ثم زوالف يكس ثم ستجي التبني يستحل الزواج من الرسول صلى الله عليه وسلم زينب ثم الطوفن زيد اي خطا ماشي ميس ميس الحارثة وجيه وفي السنين هذا يكس اسم النيم أن محمد يتعان غير زيد يرد كل يوم يرد اسم نس وزيد يغير اسم بباس زيد بن حارثة سيد ربي سبحانه وتعالى يرئيس العواض لزيد غزك يكسس اسم النيم محمد النبي الرسول يكسس في اسم نس يغير بباس نسا ولكن صلى الله عليه وسلم أيه مثلا يريس تجميل سيد ربي لزيد بن حارثة يدرد اسميس للقرآن الكريم أولا شسم الصحابين اللي شو درد القرآن الكريم حشى زيد زيد أيه مثلا يقرب بويس عزيز سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها باش ألاقين لم زيد يسعى ولا سيد ربي غادي شو ذكر بالقران الكريم اما الاسماء في نور عمل الدني هذا تصدر الاسم زيد بالقران الكريم ولا شخص حبي نظر يدي شو ذكر بالقران الكريم حاشا زيد اي مثل ويند دخلنا لا يجي ثمن حاج باللي زينب ماشي شي فغيسي شو الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن سيد ربي ستيجيكو السيد زوج ذي سبع سماوات زوجناكها الله اكبر كان اي مثل القانون ربي القانون يصفان القانون ربي القانون إدي تسوين السهاية إدي تسوين العدل إدي تسوين الرحمة إدي تسوين لنا الله أكبر كم أيد مثلا أيد مثلا أسمين إدو قوة الغزوة المقارة الغزوة المؤتة دو سيقواس في الثمانية دي الهجرة إشكاع الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش نس ذي قبي الروم الروم ذي مية من الآلاف إسعان للجنود ولكن الإسلام إذن تيل جهدن الحق إذن تيل جهدن وشكاع الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش الدين سيمن وأنيوان إذا الجاند القائد أفين سيمن يفكام إش ثياثة ما يوصان الثياثة يوصان زين بن حارثة ذن زوارون إن يسمى كذا القائد من الجيش إن يسمى كذا يغيهم إن يسد يغي مثل عميس جعفر بن أبي طالب وما ذلك اللي يغير إنيس ذا عبد الله بن رواحة خزر سيد بن حارثة إيه مثلا ذا زواره ماشي مثلي العميس جعفر إيك زوار ولكن سيد بن حارثة سبحان الله باش أنا أقل العلاقة ذي العلاقة ذين يغشرك سيد ربي ذين يغشرك الإسلام ذين يغشرك لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا ما كان هذا الشيء لأنه غير بخير بويا ولا ماشي العلاقة إذا من نقل إذا من إيه مثلا إذا كان عقليا غس أديني ذي ذميك ذذاك ذميك ذقماك ذعميك ذويض ذويض ولكن قليل الإسلام سفنا إذا العلاقة ربانية إيش شكك لي ذس أقبل أدد رب إذا مني أنتي شكلك لي ذس ولكن ماذا قلت تشيني وخرض العلاقة أني نسيت ربي ذا الإسلام يقال لك إنس جركان سيدك من ذا من ذي ذا من يماكين إلا قناع ذاك أشو من قارن كل هذه المثل نقديم أكن ميزدغن إم يهيهي سبحان الله إذن العلاقة سيد ربي يقال لك ذا ميك ملك نام وليس العلاقة سيد ربي ذي ذا من ميكان أكي جميك نيماك يخرب الضر ملك لذ ماك كذلك ملك لذ أين يفغوش الكليون مولاش العلاقة ربانية سفنا العلاقة للإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله إنما المؤمنون إخوة العلاقة للإيمان أتي سفنا كيف مثلا العلاقة للإيمان
كل شيء لها. ماذا يقولوا إيش العلاقة بين الإيمان والصعيد دجي إلى الدين؟ كيف مثلا أسمى بغض غادينا الزيد بن حارثة رضي الله عنه يكتفن تعلمت جنسي من يكون فاح يخدم المجهول ديس يوث أسمى إثمغان يغيم ولكن تعلمت نوث بضرر طعام يتفتيد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ويطف تعلمت جعفر جعفر بن أبي طالب يوث المجهود ولذا الإنسان يوث يزم نسي فالسنس يسي بشرة صغيرة تعلمت نيوم ويرفيس تعلمت نيوم في صغيرة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أي مثل ويونا كذلك يتكفح أرمي يوث أرمي يثدوث أرمي ثغضيا تعلمت نيوم أني وغد شيء دوني يثمثل ثلاثة يقين يقرينا كم يتسدر إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة دي سوى الصيف أسي قرأت مثل نون أثني يغلين زيد زيد إنس يطف الراية جعفر ويغلي جعفر يطف الراية عبد الله بن رواحة إنس من بعد يطف يون من السيف من سيوف الله من سيوف الإسلام الخالد بن الوليد سيف الله الإسلام إنس سيف الله الإسلام خالد اقتفن الريق أذبنا إمن عاد الجيش أي مثل ويفذد الجيش الجنسي من أي مثل دروب سبحان الله أشتكي أدي توصف الجيراني رمعنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم تسافر المنبر ذي المدينة المنورة أماكني شوية الزادس أي مثل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويتسلون الرسول صلى الله عليه وسلم أي مثل أفهم دكريسك عزيز في الناس إميغيين إذ وقين إذن في محمد صلى الله عليه وسلم إذ وقين إذن في من الرحمن أي مثل في ثلاثة يقين إكزنزن الروح سن أفوذ من سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يتسجد الاثنين دون في محمد صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة جعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا أي مثل غسكنين جعفر بن أبي طالب إذا إنسان يقارفن إذا بنيس يقارفن غرورس ولكن زيد بن حارثة نقرر هذا القائد بجمله باش ينظر الإسلام 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 كما يتمثل إذ وقين الدين إكسن العلاقات الإنسانية الفاسدة العلاقات إلا غير العبادة إشتن العلاقة في دمن العلاقة من التصفيين العلاقة من العصبيان من العنصريان إلى غير الإسلام إكسيت التايف مثلا قلت قلت العلاقة من الإيمان إن أكرمكم عند الله أتقاكم سبحان الله وما زال كلام في الجاهل ربي مساكين ذي العباد أي تصطف ذي ثنك من الجنك من يجدد السن ثنك من الثرماء الناس أصلي دي سوى السن ويجيهم إن ويجي تسنسات السوء الخادمة وتسنسات وتعيش لا تبعيش تبعيش العايم أي مثل واسمع مثل ولش واسن السوء الرحمة ولش واسن الذكر وسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى في كيرت الإسلام النعمة يكشدوكين الصحوفنا يكشدوكين إذا مننا يكشدوكين العلاقتنا سن الإسلام الإيمان إنما المؤمنون إخوة كان يخدم أي مثل وينفذ الوصايا زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضى ويخدم الجهوديس ويكفح ويستشهد يموت ذي الشهيد ذي غزوة مؤتة أي مثل وتزمومه من قوي الجيش ويتسمق يا رب الليم المثالي مثل أغلوية لغيم ولكن يتسمق يا رب الليم آتي السود ولكن غرر رحمة ربهم خطر الموت يزراني من يسحش المثالي مثل سوي المثال أنا السمر الذي مثل ولكن يموت ذي الشهيد صد أمر في محمد صلى الله عليه وسلم ذي معركة ذي غزوة مؤتة وضر رحمة ربهم غريك في الدوم ويتوين ذي ذاتي السفر غير جندث أي مثل أم الإنسان أم جعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة وسائر الصحابة الكرام أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أغدي حشر ربي ذي العباد المؤمنين إجحمي سيد ربي إجحمين في محمد صلى الله عليه وسلم ذي الصحابة الكرام مع حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نضيف ذي سيد ربي سبحانه وتعالى غسل سحر ربي المرافقة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ذي الدنيا وذي الويلة
وغتحري مال هذه المرافقه ينسي الاخره من هدمه. رجع يا ربي من المؤمنين حق الايمان، رجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.